فعلك ايه لما اغنية داري قلبي عملت ربع مليار مشاهدة؟ توقعت ده؟ لم أتوقعها على الإطلاق، ودي كانت أول مرة، أول أغنية لي أصلا تبقى فيها مشاهدات بالضخامة دي. ولما عملت الأغنية دي كان بالنسبة لي هي أغنية حزينة، أغنية يعني حقيقية بالنسبة لي، أنا مصدقها جدا، وجاية من معنى صوفي أنا يعني مصدقه، فكرة إنه يعني في الدنيا كل حاجة يعني مش دايمة. لما نزلت حصل انفجار مش طبيعي، لدرجة انه انا بقيت بسابق الوقت انه اصورها علشان تنزل بشكل كامل، لان هي كانت نزلت في برنامج بس جزء كده منها بالجيتار، فعملت انتشار كبير بالشكل ده. فكنت بسابق الوقت انها تنزل، يعني بتوزع كويس وغنيها وتتصور، والحمد لله لما نزلت بقى بالشكل الاوفيشال بتاعها، يعني هي دي الموجودة في الوقت الحالي وعايشة من 2018 إلى الآن، يعني داخلين 8-9 سنين أهو، حتى الآن من التوب يعني الأغاني بتاعتي اللي بتسمع لحد دلوقتي. وده اللي نبهني إنه مش شرط الأغنية اللي أنت شايفها يعني مش أحسن حاجة، أو بالنسبة لك مش شايف فيها النجاح، إنها ما تبقاش الأغنية بالنسبة لك اللي هي الهيت أو الأغنية المهمة يعني. فلازم تستعين بصديق علشان هو يبقى الكشاف اللي ينور لك الطريق بتاعك يعني. هنسمع داري يا قلبي. يلا بينا. يلا بينا. مالك مش باين ليه قلبك تايه من مدة كبيرة، خايف تتكلم ليه، في عيونك حيرة وحكاوي كتيرة، متغير يا ما عن زمان، قافل على قلبك البيبان، حبيت وفارقت كم مكان، عايش جواك إحساسك كل يوم يقل، وتخطي وخطوتك تزل، من كتر ما أحبطوك تمل، فين الأدوات بتودع حلم كل يوم، تستفرد بيك الهموم، وكلكم والغربكم والجرح كبير، ما بتديش حاجة اهتمام، اهلا اهلا سلام سلام، بقى طبعك قلة الكلام ومفيش تفسير. داري داري يا قلبي مهما داري قصاد الناس، حزننا مكشوف وهو عادي عادي، محدش في الدنيا دي بيتعلق بشيء إلا وفراق، ويشوف كل اللي معاك في الصورة غير وطنك والأهل والصحاب، كم واحد ودع وساب من غير أسباب، شايف في عينيك نظرة حنين، بتحن لمين ولا مين، طول عمرها ماشية السنين والناس ركاب، مع دقة عقرب الساعات بتموت جوانا ذكريات، عشمنا قلوبنا باللي فات ونسينا نعيش، كان مكتوب نمشي الطريق ونفارق كل ما داشي، اتسرق العمر بالبطيء ورسي على ما فيش، وداري داري يا قلبي مهما داري قصاد الناس، حزننا مكشوف وهو عادي عادي، محدش في الدنيا